كانت ديونه متراكمة وليست لسنة أو سنتين متراكمة بمعنى بمعنى أو بآخر. يعني كان نادي النجف مطلوب من سنة 2009 2008 2010 2011 2012 2013 صعودا إلى وصولنا في الموسم الماضي. فهذه التراكميات والصكوك التي كانت بحق النادي وبحق الرئيس الأسبق رحمة الله عليه وكذلك الفنادق وكذلك المطاعم واللاعبين المحليين. وهناك حقيقة وجدت في أجواء غير صحية في النادي، بمعنى عندما تريد أن تتعاقد مع أي لاعب هناك أزمة ثقة ما بين اللاعب وما بين إدارات النادي. لذلك كان عندي موسم جدا صعب بالتعامل مع والتفاوض مع أي لاعب. هذا الموسم الماضي؟ نعم. يعني كان تجي الصعوبة في هذا الموضوع؟ طبعا كل الصعبة يعني بمعنى أو بآخر كانت كل البرامج المحترمة الرياضية كانت اللاعبين يخرجون على الفضائيات نطلب نادي النجف 1 2 3 والله وايد طلعوا يمي قال نطلب نادي وهم حقهم اي حقهم لكن يعني وايد عندي كانوا يحكون من ضمنها نادي اكيد النجف. اكيد لكن الحمد لله وصلنا الى نسبة كبيرة جدا وصلت الى غلق نسبة ديون بنسبة 90% 90% نعم هسه بقت نسبة 10% سهلة بلى نسبة 90% غلقنا ملف الديون بشكل كامل ان شاء الله. اول ما غلقنا ملف الديون الخارجية زين اللاعبين المحترفين ومن ثم اللاعبين المحليين بنسبة عالية وبقيت نسبة لا تزيد عن 10% من مجموع الديون. انتوا عندكم الان منحة من مطار النجف بلي. اللي هو تقريبا مليون دولار اللي هي ما تعادل 1.3 مليار بالعراقي مو؟ او اكثر يمكن 1.5 مليار اي منحة اذا على 150 نحسبها لا بالمؤسسات الحكومية حسب تعليمات البنك المركزي على السعر الرسمي 132 يعني اذا مليار و300 بلي. عندكم منحة وعندكم منحة 4 مليارات يعني عندكم الآن 5 مليارات و300 هذا على الورق على الورق؟ نعم أي أما على الواقع الفعلي ولا دينار ولا دينار؟ ولا دينار عشان جاءت مشون الأمور أنا حتى نتحدث بالأرقام ولغة الأرقام واليوم حديثنا منقول للجميع حتى ما نتحدث لا حتى جمهور النجف يعرف أنت اليوم طالع وتريد تتكلم حتى توضح لجمهور النجف الآن لأني حقيقة ظهوري هو بأنا سنة ما أنا لا أقل ولا أزد ولا أحب الظهور الإعلامي كثيرا لكن هاي رسالة مو بس للجمهور للرأي العام لدولة رئيس الوزراء المحترم. يعني نادي النجف عنده بابين للتمويل باب باعتبار عنده عقد رعاية مع نادي مع مطار النجف الأشرف الدولي حسب قرارات مجلس محافظة قرار 77 لسنة 2015 قرار 14 لسنة 2024 قرار 42 لسنة 2024 كل هذه القرارات المحلية الخاصة بمنح مبلغ $1 مليون سنويا من مطار النجف الأشرف الدولي ولكن لغاية الآن لم يستلم نادي النجف دينار واحد ومتوقف أكثر من سنتين يعني من العام أنتم ما مستلمين ولا دينار ولا دينار من مطار النجف الأشرف الدولي زين هم يعطوكم إياها سنويا لو على شكل دفعات شهرية في المواسم السابقة كان على شكل دفعات شهرية كل شهر باعتبار الموسم الكروي 10 أشهر تقسم $1 مليون على شكل $100,000 شهريا